واحد من أكثر عناصر الجذب لمنطقة سقارة الأثرية هو متحف إيم حطب. إيم حطب لو ما تعرفوش هو كان من أهم المهندسين في الأسرة القديمة أو الدولة القديمة، وهو أيضا المهندس اللي بنى هرم زوسر، وبيتقال عليه أنه أيضا كان من أهم الأطباء في العصر، واحد من أهم الناس اللي عملت أول بناء حجري عرفوا التاريخ القديم حتى الآن. المتحف ده بيخضع حاليا لعملية تطوير شاملة استعدادا لافتتاحه الفترة القادمة. خلينا نروح نتعرف على المتحف وتطويره من دكتور ممدوح فاروق مدير المتحف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على كل اعزائنا من المشاهدين، استاذ مصطفى استاذ سمان، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب في البدايه كده لو تقول لنا وتقول للساده المشاهدين مين المهندس إيم حطب، تكلمنا اكتر عنه، تكلمنا عن المتحف، تكلمنا اكتر عن اقسام المتحف كمان. تمام يا فندم، المهندس إيم حطب كتير جدا ما يعرفش قيمة المهندس إيم حطب. هو أول مهندس معماري في التاريخ إنه يحول البناء من بناء طوب لبن إلى بناء حجري. صحيح. وهو اللي عمل ثورة معمارية مهمة جدا في الأسرة الثالثة. كان في البداية كان معظم المقابر والمعابد بتعمل من طوب اللبن والأحجار بتستخدم بشكل جزئي، إنما هو قرر إنه هو يعمل مجموعة هرمية. المهندس إيم حطب ما كانش مهندس وبس، ده كان طبيب وفلكي في نفس الوقت. صحيح. لدرجة إن هو بعد وفاته بألف سنة تم تقديسه في العصور اللاحقة. تخيل حضرتك واحد مات بعد ألف سنة يتم تقديسه وتحول من بشر إلى نصف إله ثم إلى إله كامل، اتعمل مقاصير ليه في المعابد. فإيم حطب معناها الذي يأتي في سلام. هو والده كانفر مهندس كبير جدا على فكرة، مهندس معماري، يعني هو من سلالة من نسل عيلة معمارية. هو اللي عمل مقبره للملك خعفي خموي ابو الملك زوسر في منطقه ابيدوس، علشان كده هو ورث المهنه ديت من ابوه اللي هو كانفر. والفكره كلها ان هو كان من افراد الشعب، لكن وصل لمصاف كبير في الدوله اللي هو ايه إيم حطب. ده طبعا اسم المتحف على اسمه تكريسا وتخليدا لذكراه. والمتحف اصلا كان فكرته للمهندس جان فيليب لوير، المهندس الفرنسي ده قعد 75 سنة في مصر. وهو كان بيحب مصر جدا لدرجة ان هو وصى ان هو يدفن في مصر. المهندس ده مات سنة 2001، ما كان ليه حلم يعمل متحف يضم كنوز سقارة، لكن للأسف توفي واستكمل المشروع وقتها المجلس على الآثار فقعد الدكتور زاهي حواس، وتم افتتاحه سنة 2006 وسمي المتحف باسم متحف إيم حطب. احنا كلنا نعرف ان يعني لما نتكلم عن الاهرامات بنتكلم عن خوفو وخفرع ومنقرع عجائب الدنيا السبع الاهرامات الثلاثه، ولكن ما نعرفش الشكل الاول للاهرامات اللي هو موجود على مقربه منها في منطقه سقاره، هرم زوسر المدرج. الفرق ما بين الاثنين كم سنه؟ الفروق الهندسيه عامله ازاي؟ المتحف ده هيحكي قصه خوفو من بعد كده، ولا يعني هيسلمنا لما نخلص المتحف لقصة خوف، ولا هو بيحكي بس قصة الهرم المدرج؟ سؤال جميل جدا، كتير جدا من الناس حابة تعرفه ايه الفرق بين هرم زوسر وهرم خوفو، لان هرم خوفو طبعا كلنا عارفين ان هو علامة مميزة في الحضارة المصرية، لكن احنا بنتكلم على ان هرم زوسر تقريبا بيرجع عمره ل 2650 سنة قبل الميلاد، تمام؟ اما هرم خوفو بيرجع تقريبا 2550 قبل الميلاد، يعني احنا ممكن بنتكلم على حوالي 100 وشويه سنه الفرق بينهم. لكن لما يجي نتكلم على الفرق في الناحيه المعماريه هنقول ان هرم خوفو كان قبليه هرمين اللي هم هرمين سنفرو في دهشور الملك سنفرو ابو الملك خوفو، وقبليه الملك زوسر اللي هو إيم حطب. طيب ايه الفكره بين الفرق بين الاهرامات ديت؟ الاهرامات عباره عن مكان للدفن، مكان للدفن بيتكون من مستويين، مستوى علوي ومستوى سفلي. الدفن بيتم تحت الارض، يعني تخيل حضرتك ان هرم زوسر في بيرين موجودين، في بير 27 متر عمقه منحوت الصخر، والبير الثاني 32 متر، وسراديب وممرات تحت الارض توصل ل 6 كيلو متر. يعني حضرتك بتتكلم على نحت مش بنا، تحت الارض. الجزء العلوي 6 مصاطب هو يمثل التل الازلي، هو الارض الازليه اللي كان الكون نشا عليها. يبقى في الطقوس بتتم فوق والدفن بيتم تحت. طبعا تحول فيما بعد الى هرم كامل، يعني من هرم مدرج 6 مصاطب الى هرم منبعج في الملك سنفرو،
ثم هرم كامل، واول هرم كامل تقريبا هو هرم الملك سنفر الشمالي الاحمر اللي هو في دهشور مش خوفو. فده كان اول فكره هرم كومبليت بيراميد شكل هرمي كامل. اما الملك خوفو بقى المهندس حمق يونو مهندس الملك خوفو خد بقى الافكار وتطورت وتحول الهرم من 6 مصاطب الى هرم كامل يضم حجرات سريه كثيره جدا جدا، لكن ده اسمه تطور معماري نظرا للتطور العقائدي الفلسفي. فكل فتره بيحصل تطور في العقيده، الفن المعماري او الشكل المعماري بيتغير مع مرور الوقت. طيب دكتور ممدوح، يعني واحنا بنتكلم عن المهندس ام حطب ويمكن حضرتك تحدثت عنه باستفاضه وبشكرك طبعا على كل هذه المعلومات، لكن خلينا نتكلم عن المتحف بقى. يعني كلمنا اكتر عن المتحف، اقسام المتحف، ايه الاثار الموجوده فيه او ايه ابرز القطع الموجوده فيه، هيضيف ايه هذا المتحف؟ بص يا فندم، متحف ام حطب متحف نادر جدا، اسمه متحف نوعي، بيضم اثار فقاره فقط لا غير. عندنا بقى عندنا ست قاعات، المبنى نفسه ده غير الملحقات الخدميه، يعني عندنا قاعه تهيئه مرئيه، قاعه سينما بتعرض افلام لاكتشافات سقاره، دي قاعه وفيها ماكت كده لمجموعه هرم زوفر، قاعه خارج المبنى، وجوه المبنى في 6 قاعات عندنا مكتبه جان فيليب لوير، المكتبه بتاعته فيها بقى معروض ايه؟ فيها الترابيزه بتاعته، الكرسي بتاعه، الاباجوره، صوره جوازه. هو كان مهندس اصلا معماري وتحول من مهندس معماري الى عالم اثار، فهو محتفظين بحاجته، وعندنا دوريات ومكتبه جميله جدا جدا احنا ناويين نفعلها وتبقى للباحثين، مكتبه جان فيليب لوير. القاعه الاولى هي قاعه الملك زوفر اللي هي عليها القاب ام حطب، ودي قاعده نادره عمرها ما حصلت ان في مهندس او فرد اتكتب اسمه على قاعده اثريه او تمثال اثري، ده بسبب حب الملك لام حطب. عندنا بقى جوه قاعه العماره نماذج معماريه، جدار الفيانس ده نموذج منه تحت الارض في هرم زوفر، عندنا استراكه اثبتت حجر عليها رسم هندسه بلان سكتش بلان معماري، تمثال لام حطب موجود. عندنا كمان اقدم موميا ملكيه في التاريخ، ملك مري انرا، ده اقدم نوع تحنيط، الملك مري انرا في الاسره السادسه، يعني اقدم من مومياوات الملوك بتوع الدول الحديثه تقريبا 900 سنه. فدي موميا نادره عندنا موجوده في المتحف، عندنا اقدم ادوات جراحيه طبيه في التاريخ. عندنا جبنه قريش متحنطه، ودي بقى الجميل ان في طعام متحنط ودوم كمان، يعني جبنه قريش ودوم متحنط في قلب المتحف. تمام؟ أيوه. عندنا مجموعه جميله جدا، احشاء الملك بيبي، عندنا تمثال لابو الهول، تمام؟ عندنا لوحه اسمها لوحه المجاعه موجوده بتحكي قصه لبعد الملك اوناس. عندنا تماثيل خشبيه، منحوتات خشبيه جميله جدا، عندنا تماثيل برونزيه، دي 6 قاعات، كل قاعه بتضم مجموعه معينه، مقابر سقاره، طرق سقاره، قاعه البعثات. يعني ده ملخص للايه؟ لتكوين المتحف من الداخل. المتحف يعني هيبدا يستقبل امتى جمهور، يعلن عن نفسه بشكل قوي، يبقى في فعاليات؟ يعني احنا عندنا المتحف المصري الكبير كلنا بننتظر افتتاحه هذا العام، مع وجود المتحف ده ازاي هيتكاملوا برضه مع بعض وهم يعني قريبين نسبيا في الطرق وكده؟ بص يا فندم، المتحف حاليا في المراحل الاخيره من تطويره، يعني احنا ممكن نتكلم بعد العيد ان شاء الله، بعد العيد الصغير نتكلم، لكن دلوقتي حاليا احنا لسه في المراحل الاخيره للشركه المنوطه بتطوير المشروع، لكن مش هتقدر تتكلم في اي تفاصيل الافتتاح امتى، ممكن ان شاء الله في الصيف القادم يتم افتتاحه، وان شاء الله بنوعد الساده المشاهدين ان احنا محضرين مفاجاه، احنا ما بنتكلمش خالص على المتحف ام حطب، هو متحف طبعا متحف صغير مش هيجي طبعا بحجم متحف المصري الكبير طبعا طبعا، لكن القيمه بتاعت متحف ام حطب قيمه جميله جدا جدا، لانه تراث ثقافي انساني جميل جدا على فكره، وفي قطع نادره مش موجوده في اي متحف ثاني. فعشان كده احنا بنجهز لحاجه احتفاليه ان شاء الله باذن الله، يعني خليها مفاجاه، دي حاجه كويسه، بتعاون طبعا وزاره السياحه والاثار مشكوره مدفع الاثار، بنحاول نعمل حاجه مميزه حتى لو بسيطه، لكن ان شاء الله توصل للناس ويبقى مركز ثقافي خدمي لمنطقه سقاره، واحنا بنعمل انشطه كمان حوالين المجموعه، يعني منطقه منف، يعني مثلا بنعمل انشطه ثقافيه لاطفال ابو صير ودهشور ومترهينه، تمام، وكل المكان المحيط، يعني مكان خدمي ثقافي
ان شاء الله يبقى مهم جدا بالنسبه لمنطقه سقار. طب افهم من كلام حضرتك يا فندم انه كده التطوير ما كانش في المتحف فقط لكن كمان في الحديقه الملحقه بيه، مظبوط؟ بالظبط يا فندم، لا التطوير في كل حته في المتحف، في المبنى وملحقاته والمحيطه بيه، يعني عندنا حديقه كبيره جدا، باركنج كبير، عندنا ملحقات مباني خدميه موجوده جنبه، كل دوت تم تطويره بالكامل من ارضيات لبص يا فندم بنيه تحتيه كامله تم تغييرها. وتأهيله لذوي الهمم وكل النقاط دي كمان تم مراعاتها، مظبوط؟ بالظبط بالظبط، كل المقاييس والمعايير، لان المتحف اتعمل زمان يا فندم ما كانش بمفهوم المتحف، يعني في 2006 لما اتعمل ما كانش مفهوم متحف، عباره عن ركن للزائرين، انما تم تطويره فيما بعد ليصبح متحف كامل المعايير والمقاييس، يستقبل الزوار بشكل كويس. طيب يعني حضرتك ذكرت سريعا ان نقيم حطب لم يكن فقط مهندسا معماريا ولكنه كان طبيبا وكان رائدا في علم الطب وايضا كان فلكيا. سريعا كده نقاط او ملامح من انجازاته في عالم الطب واحنا بنتكلم على الدوله القديمه وايضا انجازاته في علم الفلك. بص يا فندم، هو إم حاطب ما اتشهرش بالطب غير بعد ما مات ب1000 سنه تقريبا، تمام؟ اتعمل له مقاصير واتعمل له قصص وروايات ان هو كان بيشفي المرضى، يعني ايه اشفاء المرضى؟ اتعمل له حاجه اسمها زي قصص واساطير ان هو يتعمل مقصوره لو حد مريض، لدرجه ان في واحد في العصر اليوناني، كان والدته عندها حمى شوكيه وجت المعبد ونامت في المعبد لتاني يوم، وده اسمه النوم الاستشفائي. النوم ده هي بيبات في المكان وبيحلم برؤيه معينه، ممكن المعبود او الاله ويجي له، وبعد كده بيقوم بيبقى كويس وسليم. فانه الطب عند ام حطب ما كانش لقينا وصفات قالها، لكن لقينا بعض الحاجات اللي كتبت على تماثيل زي سكب الماء 4 مرات، ودي كان طقسة بيأديها بعض الكهنه تقربا لام حطب، تمام؟ لكن وصفات طبيه او حاجات دي ما وصلناش، حاجات عملها صحيح. لكن صحيح، هما دايما الفراعنه بيبهرونا طبعا باعمالهم. وايم حطب طبعا ربما يختلط الامر مع ايمن حطب، ايمن حطب كان ملك ولكن ده كان مهندس وكان عالم مهم جدا، هو مهندس هرم زوسر. بنشكرك دكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايم حطب في سقاره.